استوى متزوج 3 أشهر 4 أشهر 5 أشهر يبدأ يتحدث عن موضوع الزواج المؤقت والمتعة، وأنه يجوز ما يجوز، شنو كيفيته شنو شكله إلى آخره. هذا وإن كان حلالا من الناحية الشرعية لكنه عبث من الناحية الزوجية. أنت اللي ترى أن امرأة واحدة لا تفي بحاجتك ولا تستطيع أن تتعايش مع امرأة واحدة، لازم تفكر كثير، هل أن هذه الزوجة تتحمل مثل هذا الأمر؟ يعني كل يوم تفكر في قفزة في ذاك الاتجاه وتجي تسأل أنه إيه نعم حلال، تجي تستدل إلى هذه الزوجة المسكينة، تستدل على ذلك بأنه هذا أمر مشروع وما فيه إشكال في الشارع، وعندنا روايات من أهل البيت كذا وكذا. طيب، مع أن هناك روايات تأمر بملاحظة أوضاع الزوجة أيضا، مثل ما أكو هذا الجانب أكو ذاك الجانب، إيش معنى بس حفظت هذه الروايات؟ طيب، هذا وإن كان حلالا إلا أنه بالقياسات الزوجية في بدايات هذا الزواج وإلى الآن أحيانا ما كملوا لهم 3 أشهر وأربعة أشهر يذهب وراء هذا الموضوع، هذا يعتبر نوعا من العبث لأنه لا يخدم استحكام البناء الزوجي.